السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات شهيوات بشرى أشبي. فإن شاء الله الفيديو ديال اليوم جيت نقدم لكم بسبوسة كتجي هشيشة ولذيذة بزاف بالمندرين. فهي كتجي رائعة وسهلة في التحضير ديالها وما فيهاش مكونات اللي هي كثيرة. يلا هم معايا باش تشوفوا هذه المكونات البسيطة اللي درت أنا في هذه البسبوسة اللي كتجي رائعة رائعة بزاف. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو هنايا جوج حبات ديال البيض. ضروري اننا نخرجوا البيض من الثلاجه من قبل الا كنا غادي نستعملوه في اي نوع ديال الكيك او الحلويات. غادي نضيف على دوك جوج بيضات كاس ديال السكر سنيده، دائما كنعبروا بالكاس ديال العنبه. من بعد كنطرب بالطراب اليدوي حتى كينسجموا هاد المكونات مع بعضياتهم وكنحس بهداك السكر سنيده بدا كيذوب. فهي بسبوسة سهلة سهلة بزاف وكتوجد لينا بسرعة وما فيهاش مكونات اللي هي كثيرة. كيف ما كتشوفوا بعد ما طربت مزيان هذاك البيض مع السكر سنيده حتى كنحس بالسكر سنيده بدات كتذوب، غادي نضيف كاس ديال العنبه ديال زيت المائده وغادي نضيف كاسونس ديال العنبه كذلك ديال الحليب اللي كيكون عادي ما كنديروهش بارد او دافئ. من بعد كنخلطوا هاد المكونات السائله حتى كتنسجم مع بعضياتها. وغادي نمشي باش نضيف على هاد المكونات كاس ديال العنبه كذلك ديال الكوك اي جوز الهند. انا هنايا ما طحنتوش فانا استعملته كما شريته. غادي ندير كاس ديال العنبه وغادي نضيف كاس ديال السميده رقيقه ديال اللي كنديروا بها بغرير. فبالنسبه لي انا نسيت ما ذكرت لكم اليوغورت الطبيعي كان عليا نستعمله مع المكونات السائله، فغادي نضيفه في هذا الاثناء. كيف ما كنقول لكم عندي هنايا كيف ما كنقول لكم دائما الوصفات اللي كنحط لكم غادي تلقاو المكونات مكتوبه في صندوق الوصف. كيف ما كتشوفوا بعد ما خلطت هاد المكونات اللي فيها اليوغورت طبيعي وزدت كاس ديال السكر كاس ديال السكر جوج ديال البيضات وعندي هنايا كاس ديال السميده رقيقه كاس ديال جوز الهند حتى كينسجموا هاد المكونات مع بعضياتهم. ومن بعد غادي نضيف المكونات اللي بقات، غادي نضيف هنايا كاسونس ديال السميده رقيقه. اذا عندي هنايا في المكونات ديال هاد البسبوسه غادي نحتاجوا جوج ديال الكيسان ونص ديال السميده رقيقه. ومن بعد غادي نضيف جوج معالق صغار ديال بيكين باودر الخميره حمراء، تقريبا واحد جوج صاشيات ديال الخميره حمراء. وغادي ناخذ واحد الحبه ديال المندرين وغادي نحك هذيك القشره ديالها باش هكا كتعطي حتى هي النسمه ديالها في هذه البسبوسه. من بعد غادي نخلط هاد المكونات حتى كينسجموا مع بعضياتهم. فانا درت هاد الاناء شي شويه صغير، حاولوا انكم ديروا الاناء اللي هو كبير باش تخلطوا على راحتكم. كيف ما كتشوفوا بعد ما خلطت هاد المكونات انا هنايا غادي ندير البسبوسه في هاد المول العجيب اللي دهنته بشويه ديال الزيت ورشيته بسميده رقيقه، وغادي نخوي هاد الخليط ديال البسبوسه في هاد المول. ومن بعد غادي ندخل هاد البسبوسه للفران اللي كيكون مسخن على درجه حراره 180 وغادي نخلي هاد البسبوسه حتى كطيب وكتحمر من الاسفل. ومن بعد كنشعل عليها الفران من الفوق حتى كتحمر. ومن بعد غادي نوري لكم الشكل ديالها بعد ما تحمرت وطابت في الفران. فالبسبوسة بعد ما طابت فهي هذه كتحمر وكيجي اللون ديالها جميل وكتجي هشيشة بزاف. انا غادي نسقيها بالمندرين اللي عصرته. فبالنسبة للمندرين اللي لا كان عندكم حلو فكتسقيو به مباشرة، والبسبوسة كتكون ضروري انها تكون سخونة وكنسقيوها بهاد المندرين اللي كيكون بارد. غادي ناخذ هنايا عود ديال الاسنان وغادي نحاول انني نثقب هاد البسبوسه باش هكا كتشرب مزيان هذاك العصير ديال المندرين. وغادي نمشي باش نوجد الكريمه اللي غادي ندير في الوسط ديال هاد البسبوسه.
غادي نحتاج هنايا تقريبا عندي 1 400 مليلتر ديال العصير ديال المندرين، وغادي نضيف عليه ساشيه ديال الفلون ديال الشينوا اللي كيدير درهم واحد ديال فاني، 2 معالق كبار ديال السكر سنيده حسب الحلاوه ديال المندرين، ومعلقه ديال البودره ديال كريم باتيسير او النشا الذره. غادي ندير هاد الكريمه على نار اللي كتكون مهيله حتى كتعقد، ومن بعد وضعتها في وسط هاد البسبوسه ودهنت الجوانب بالمربى ديال المشمش وزينت بالكوك اي جوز الهند. وهذه هي البسبوسه، سمحوا لي بزاف لانني كنت صورتها ملي قطعتها ومشى ليا الفيديو فصورتها. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيوه مع الاصدقاء، وكنعتذر على الصوت ديالي لانني كيف ما ذكرت لكم مريضه بزاف ومشى لي الصوت.